اليوم احنا متواجدين في الكريتيف لاب عشان نشوف ابداع اعضائنا في السكرينينج كوميونتي. انا اسمها حياتي خرموطة. اليوم في الكوميدي سكرينج I was like really excited to see the crowd's reaction and I'm really happy that all of them were laughing. في منها برنامج اسمه شوف من يتكلم بيعتمد على مزج الاصوات الدوبلاج مع رسوم متحركه ف يعني متوقع يكون شويه نموذج جديد للبرامج اللي نفذها كريتيف لاب لان الحين شفنا رياكشنز حلوين من المشاهدين كنت ابغى اشوف اكثر بس يعني التايم از شورت تقدرين تيجي لا خلاص خلصنا خلاص يلا